فجحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى الخير للمبتدئ عمر 4 سنوات إلى 5 سنوات على مسافة 1400 متر. سيداتي وسادتي، 6 أفراس مقابل 11 جودا في هذا الشوط تتنافس فيما بينها في هذه اللحظات للحصول على الانتصار الأول لها في سجلها، والمقدمة الآن مع مربك الذي يأخذ زمام المبادرة في هذه اللحظات، ومحاولات أيضا ل16 مجهدة التي تتقدم هنا مع طارق المنصور، ومن الداخل الآن أيضا الراقي محاولات التقدم في هذه اللحظات مع إياد تريسي، وكذلك عدم التنازل عن الصدارة لمربك الذي يحاول كذلك في هذه اللحظات. مشاهدين متابعين الكرام، هناك أيضا لفسيبيتش لإسطبل بوبيان مع جيمي كاريون، ومحاولة التقدم في هذه اللحظات في هذا الشوط مهادية التي تأتي هنا مع عبد الله بداح العذاب مع علي الميموني، محاولات التقدم في هذه اللحظات مع المنعطف قبل الأخير. هنا التقدم يأتي لمربك الذي يتقدم هنا لحسن العجمي مع نايف العنزي، مع محاولات أيضا للراقي في المرتبة الثانية في هذه اللحظات مع إياد تريسي. هناك أيضا الدخول القوي الذي يأتي من الخارج الآن لمشير لفهد فيحان المنديل مع أليكسس مورينو، ومحاولات التقدم في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة لثلاثة. مربك الذي يتقدم مع نايف العنزي، يوسع الفارق، ينفرد بالصدارة. هناك أيضا رقم 18 مشير لفهد فيحان المنديل مع أليكسس مورينو الذي يحاول. هناك أيضا نشاهد 12 مودرن أرتست، محاولات أيضا للتقدم في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة لمربك الذي يربك الجميع في هذا الشوط إلى المرتبة الأولى بكل قوة. ما شاء الله تبارك الله في الظهور الأول لمربك لحسن مفرح حسن العجمي المدرب بدن السبيعي والخيال نايف العنزي بكل قوة، الظهور الأول الفاخر لمربك.